نظمت مختلف المصالح الفاعلة للأجهزة الأمنية وكذا مصالح الحماية المدنية ومديرية الغابات لولاية عين تيموشنت مناورة تطبيقية تحسبا لأي حرائق محتملة، ويهدف التطبيق الافتراضي إلى تفعيل مخطط الحرائق والوقوف على مدى جاهزية مختلف المصالح. التغطية لكمال بوعز عبيد. الهدف من هذا التمرين وهذا السيناريو هو أولا تفعيل مخطط مكافحة الحرائق ومخطط النجدة، ثانيا الوقوف على مدى جاهزية مختلف المقاييس، ثالثا اختبار مدى التنسيق العملياتي والفني ما بين مختلف القطاعات خاصة في أثناء حدوث الكوارث الطبيعية، وفي الأخير تحسيس المواطنين والمجتمع المدني بمخاطر الحرائق وإشراكهم في عملية المساعدة. اليوم قمنا بتجنيد مختلف المقاييس اللي تشارك والقطاعات اللي هي عندها مشاركه في اخماد الحرائق. كما شفتوا درنا لو بيسو كوموند وكان على مستوى هذا، خاطر رانا في منطقه السبيعات تابعه لدائره العمريه، دونك لو بيسو كوموند وكان او نيفو في الدائره تاع العمريه، وكانت كل الهيئات كانت على عين المكان، منها امكانيات محافظه الغابات، الحمايه المدنيه، الجزائريه للمياه، البلديات، وايضا الاشغال العموميه. وهذا كما تفضلنا وقلنا هذا تحسبا لاي طارئ. التمرين الافتراضي هذا يدخل في اطار المخطط السنوي للتمارين المسطر من طرف المديريه العامه للحمايه المدنيه، والهدف من هذا التمرين هو تجربه يعني مدى استجابه مختلف المقاييس من حيث الوسائل الماديه والبشريه عند النداء يعني لدعم كل القطاعات المتدخله. كان في وقت فات نظمنا تمرين افتراضي يتعلق بفيضان ببلديه تارقة، شاطئ بلديه تارقة. الحمد لله يعني من خلال يعني العمل الميداني لاحظنا تنسيق يعني محكم بين مختلف القطاعات، كي نقولوا مختلف القطاعات يعني مختلف المقاييس، وهذا التمرين تمارين تبقى متواصله على مدار السنه.